36 متسابق وصلوا للمرحلة الثالثة من المسابقة، والمنافسة عم تزداد صعوبة مع كل مرحلة جديدة. على المتسابقين بهالمرحلة تقديم أغنية من اختيارهم أمام أعضاء لجنة التحكيم بمرافقة فرقة موسيقية صغيرة. اختيار أغنية، تحديد طبقات، بروفات، سهر وتعب، وما في مزيد من الفرص من أعضاء لجنة التحكيم ولا في مجال للغلط للي بده يستمر بهالمحطة الحاسمة. من أبو ظبي أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الرابعة من برنامج الزمن الجميل. آلية البرنامج كان المتسابقين يوم واحد مع الأساتذة المدربين. بالمراحل الأخيرة من اختبارات الأداء وجهت أبو ظبي للإعلام الدعوة للمؤلف والموزع الموسيقي الأوركسترالي عميد المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت سابقاً دكتور سليمان الديكان، واللي حضر إلى أبو ظبي والتقى بالمتسابقين وشارك المدربين بمساعدة المواهب على تطوير أدائهم وقدراتهم بالمسابقة بالمراحل الأخيرة الحاسمة. شاكر أني أنا أكون ضمن مجموعة كبيرة من أساتذة ودكاترة مهمين فيما يتعلق بالصوت أو اختيار نخبة صاعدة مستقبلية أن تكون موجودة على الساحة الفنية. أنا ما توقعت أن يكون في شباب إلى الآن ملم في قواعد الموسيقى أو قواعد حتى الغنائية من الزمن الجميل. 36 متسابق حضروا على دفعات لأداء البروفات على مدار يوم طويل، بلش من الصبح واستمر لحتى بعد منتصف الليل. نحن استعزينا المراحل الأولى ووصلنا إلى مرحلة 30. راح يختار كل متسابق أغنية من ضمن القوالب الغنائية الموسيقية العربية، وإحنا طبعاً راح نحدد معاهم الطبقات المناسبة لمساحة الصوت لكل متسابق. حاولنا قدر الإمكان إن نمشي شوية معاهم يعني في الستايل اللي يحبوا يغنيوه. قسم منهم اختياراتهم جداً ممتازة، وقسم منهم لا، اختياراتهم كانت متواضعة جداً. هو اختبار جديد بالنسبة للمتسابقين. مصاحبة الموسيقية لها ميزة ولها يعني خلينا نقول أشياء مهمة لكل متسابق. إن الموسيقى تخلي المتسابق إنه يكون على خط وتماس مع الإرشادات اللي موجودة حسب ما مكتوب في النوت، الإعادة مرة أو مرتين أو على طول أو كذا، أو حتى القفلة حتى الطبقة. المرافقة الموسيقية مهمة جداً، كانت ساعدتهم حتى ياخذوا ثقة بالنفس دايماً لأن الموسيقى بتساعد. هذه المرحلة راح يبين مدى التزام كل متسابق بالرثم والتزام المتسابق بالتون. فطبعاً لازم يعرف أنه كيف يؤدي مع يتعامل مع الفرقة الموسيقية. طبعا اليوم كانت تحضيراتنا غير لانه كان معنا فرقه موسيقيه غير عن التحضيرات الاوليه. انا بالنسبه لي بحب الفرقه الموسيقيه اكثر من الغناء المنفرد. كنت مبسوطه قوي عشان حسيت انه الفرقه ماشيه مع الغنى بتاعي، وانا انا انا نفسي قوي ابسط اللجنه. صباح اليوم التالي حضروا المتسابقين والمدربين وأعضاء الفرقة الموسيقية من بعد ما ارتاحوا، وبلش الكل يحضر لبدء المقابلات، في حين وصلوا أعضاء اللجنة وعندهم ملاحظات عن المتسابقين بالمراحل السابقة ومستعدين ليسمعوهم مع الموسيقى لأول مرة. نحن بالشرق عادة بحاجة إنه نسند صوتنا على آلات شرقية مثل القانون، العود، الكمانجا، كل هالآلات هيدي. بالمرحلة هيدي اللي كان في اختيار مفروض نختار 20 من أصل 36، اعتمدنا أكيد على الفرقة الموسيقية اللي هي كمان مصغرة جداً يعني، بس تنبلش نحط شيء اسمه تيون. كنا مستنيين منهم بعضهم محتاج
انه يتسمع على موسيقى، يتسمع بمصاحبه موسيقيه وايقاعيه كمان، عشان بعضهم كان ما فيش جواه صوت وايقاع، يعني ما عندوش ايقاع جواه احساسه يعني. فكنا بنقول موهوب بس ممكن يكون عنده عيب انه ايقاعه مش سليم قوي، او انه ديزاينه ممكن ما يبقاش سليم قوي لو صاحبته الات ثابته. كان الناس اللي يستفدوا من الغناء مع بمصاحبه الموسيقى لكي يتوحدوا مع النغم، فغيفرق معاهم وغادي يفيدهم انهم سمعناهم في مرحله بدون ومع الموسيقى. كاين الناس اللي ما غيستافدوش، اللي ما كيلتزموش بالغناء مع النغم والايقاع، اللي عندهم حس ايقاعي اضعف. فكتير منهم عدى المشكله دي بسلام تماما، يعني كانوا دوزانهم سليم، ايقاعهم سليم، وبعضهم اتفضحوا شويه مع الموسيقى في حتة الدوزان والإيقاع، يا بعضهم كان بيجري عن الإيقاع أو مش قادر يعني يلتزم. بالنسبة لنا نحن أكيد ركزنا على هالشغلتين تنشوف قديش هالمشترك قادر ينسجم مع الآلات، وقادر فعلا يركز على النغمة اللي عم يسمعه وما يطلع عنها كتير. اليوم المرحلة حتكون مختلفة شوي لأنه في فرقة موسيقية صغيرة. ما فيك تغني على طول بدون موسيقى. هما الصراحة الاثنيناتهم بدون موسيقى ولا مع الموسيقى مزيان. طبعا أنا بين نارين الآن، متوتر وفرحان في نفس الوقت. وجود فرقة الموسيقية دي مسألة ما كتخوش. كتعرف راسك أنك ماشي صح أو لا. بتضيف لي خيال وبتضيف لي أن أنت بتخشي في المود. مهم ياسر. الصوت حيكون فيها كويس وحتبرز صوتي أكثر. وبتقلل من التوتر والرهبة وأنت بتغني. وكتخليك تبدع أكثر في الغناء. تزيدك في الفراحة أنك بقل مجهود، تديك فرصه ان انت تاخذ نفسك، كتخليك انك تسلطن، وكيخليك انك تعيش واحد الجو فني. هيك خلقت هيك العمليه الفن كلها مركبه. فوق الناخل فوق فوق يا بر، فوق الناخل فوق، ما ادري لما خدتك يا بر، ما ادري القمر عندك كم هفوة صغيرين جدا بس غنيت حلو، احساسك حلو زي العادة. انا مبسوط كتير بلشنا نسمع موسيقى، هيدا اول شيء بالنسبة لنا نحن، واكيد انتم لازم تكونوا مبسوطين بهالشيء لانه بصير في سلطنة اكثر. صحيح. انت بالنسبة للتيون، التيون عندك مش كتير ثابت، بس العناصر التانية كلها حلوة، ان كان الخامي ان كان العرب، اغنية مثل فوق النخل يعني اللي هي عم تتردد الجملة بس عم تتصرف فيها كل مرة بطريقة حلوة. أكيد أكيد أنت لازم تكون من العشرين، وإن شاء الله بتكون كمان أكثر من هيك. حبيبي. مبروك لك. شكراً. دائماً نفس التعليق يتكرر، هو رنة صوتك لغيزونانس اللي في صوتك جميلة جداً، ومع الموسيقى حليت وتوظفت صح. كان عندي تخوف عليك من الإيقاع أو الحس الإيقاعي، بالعكس أثبت العكس أنك متجانس مع الريتم. التيون كان شوي في أماكن كان عدم تركيز، حسيت مش ضعف منك ولكن أعتقد أنه فقط هرب تركيزك شوي، لكن أدائك كان جميل. مبروك عليك مرورك للعشرين. برافو عليك. ميرسي. الحمد لله رب العالمين. خوف طبعا أكيد، بس الحمد لله كلها تخوف والتعب اللي صلنا كم يوم نتعب، والحمد لله عدى بخير. بتل الايام ارتا
ارتاح وريحني يا ما غلبت كلام ولا مرة تسمعني بتاخدك الأيام أعيش لجرح وتجيبك الأيام أعيش لفرح بتغيرك أيام وتبدلك أيام وبتجيني تلاقيني مع الماضي مع الذكرى مع الأحلام عشان قلبي أنا أوفى من الأيام يا لعبة الأيام يا لعبة الأيام يا لعبة الأيام. عجبني اليوم جرأتك اللي كنا كنعاتبك عليها أو على الأقل أنا عاتبتك عليها في البرايم الثاني كونك اختاريتي أغنية الامرأة. عندك مشاكل شوية في التيون لكن مقارنة بأدائك كله فشفع لك أدائك وتركيزك وهدوءك. عجبني نيتك الجميلة في بعض العرب حتى لو ما كملتش الآخر لكن تشفع لك النية أيضا فمبروك عليك. شكرا الله يبارك فيك. أنت أدائك النهاردة كأنه شوية متلخبط شوية أو يعني مش واخد قوي على المصاحبة بس يعني بالخبرة القليلة اللي عندك عديت فده يعني أنا بحييك عليه. الله يبارك مبروك. شكراً أستاذ أنا الله يبارك. بدي كمان أقول مظبوط يعني أنه الأداء ما كان جداً قوي مش كتير ثابت بس ما بعرف روحك حلوة حبيت إحساسك فيها وكمان لازم تكون من ضمن اللي حيخدوا فرصة بالمرحلة الثانية ومبروك لك. الله يبارك. في المسابقات ملي كتغني وانت شاب أغنية هي في الأساس الامرأة هو نوع من الصعوبات اللي كتاخدها يعني إذا جاز لي المقاربة في التزلج الفني كيكون عندك صعوبات الدوران في الهواء والزحلقة في الجليد كل ما عليت الصعوبات كل ما نقطك كتعلى فإذا جازت لي هذه المقاربة هذا هو اللي قصدت به أنه على السقف لأن الناس تعودت تسمع كلام مكتوب بالأساس لامرأة من امرأة أنه رجل يقنعك بموضوع رسم وكتب لست هذا صعوبة كبيرة وإذا أجاد فيها فهو تجاوز هذه الصعوبة اللي تعتاد لي. تأهلوا إياد وأيوب رغم بعض الملاحظات على طبقة الصوت ليجي الدور على عمر درار واللي اختار مرة تانية أداء واحدة من أصعب الأغاني. يا عيني يا الصبر يا عيني علي يا عيني يا الصبر يا عيني علي يشوف الدمع فعلينا يواسينا يشوف الجرح في ايدينا داوينا يشوف الدمع فعلينا يداوينا يشوف الجرح في ايدينا يداوينا ولما الدنيا تنسانا نلاقي الصبر ويانا ولما الدنيا تنسانا نلاقي الصبر ويانا في خطوتنا في سكتنا ويسمع علينا شكوتنا في خطوتنا في سكتنا ويسمع علينا شكوتنا وعمره في يوم ما قال لا ولا مره
كان لي عمره في يوم ما قال لا ولا مرة سألنا لي عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا صبري يا عيني علي يا عيني علي الغنية هذه كتير صعبة وإيقاعها وهي وكأنه هي ملحنة وكأنه عكس الإيقاع كل الوقت صعب إنه المطرب يلقطها كل الوقت مغنيها وديع الصافي يعني تقدر عطيها حقها كاملا كمان صوتك يندرج ضمن إطار الأصوات اللي بتحب إنه تسمعها وتسمعها بعد بمحاولة أخرى بس أنا بحس ممكن يعني تكون شيء تاني غير وديع الصافي انتبه كتير على اختيارك المرة القادمة واضح إنه شوية عندك برد أو حاجة صوتك مرهق شوية بس عندك حاجة حقيقة حلوة قوي إنه يعني المنطقتين العالي والواطي في صوتك قد بعض ودي حاجة يعني ميزة مهمة جدا عندك خامة مميزة جدا معلش شوية التعب اللي حصله بس بحييك على الأداء يعني أديت حلو وقفلت قفلة حلوة ومبروك على كل الأحوال مبروك دائما كنت سمعوا خامة فيها قبول بحال ما كنت شوف شي واحد مقبول كيحبوه الناس صوتك فيه هذا القبول وهذا اللي خلانا كنت عامله مع مناطق أو مواقف الضعف اللي سمعناه في الأداء اليوم رغم الإجهاد اللي كان عندك اليوم خصوصا في منطقة المنخفضة من صوتك متفقة معك أنغام كتير أنه خامته أو الموجة الصوتية بتاعت صوتك هي في القرار وفي الميديوم وفي الجواب في أصوات بيبقى صوته لما يجي مثلا يقول في منطقة عالية أو النوت العالية تلاقيه حاد وعنده يعني موجة كبيرة يجي يغني في المناطق المنخفضة شوية تلاقي صوته يقل هو ده من الأصوات اللي كانت تحت قد فوق عنده نفس الضغط نفس وزن الصوت بيطلع واحد فدي ميزة كبيرة دي حاجة يعني ميزة لازم هو ياخد باله منها وأعتقد أنه مع الوقت والغنى الكتير والخبرة ووقفة المسرح برضو ومقابلة الجمهور ووقفة قدام المايك يعني تعامل مع المايك دي لوحدها خبرة هيبقى أحلى وأحلى يعني المناطق دي هتحلو أكتر عنده يس 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 الحمد لله تعديت مرحلة الجاية نوباز على عكس عمر درار ما تحلى أسيد الشامي من السعودية بالجرأة باختيار وأداء الأغنية وفق آراء اللجنة وغزالة مرت بنا في ليلة وقت الساحر ناديتها أخت الهوى أخت الدراري والدرر أو تسمحين لعاشق سلبت محاسنه الفكر أو تسمحين بقبلات عذريات عذريات بين الغرر أو تسمحين أو تسمحين ليلة خميس طرز بها نور القمر شط البحر نصف الشهر والليل من فرحه عريس ليلة خميس تفضل يزيد فضلك يا هلا حبيبي الله يخليك يا رب برجع للمعيار هلا بالنسبة لي أنا هو المرحلة من الأول أنت وسط وأجمل من الوسط أفضل من الوسط بس المعيار هلا هاللحظة ما بيخليني إنه أعطي هالفرصة لأنه بحس كمان في أشخاص يعني إلن حق يمكن أكتر ولا أنت جميل كمان الله يسلمك أول برايم كان نقص في الجرأة شوية والاختيار اليوم وحتى درجات الصعوبة في الموال وفي الأغنية يعني سهلت كتير على نفسك
وصعبتها علينا انه شايفين حد تاني انه ممكن يستاهل او اكثر جهوزيه منك. ان شاء الله توفق. انا كان عندي نفس التحفظ، فكره انك بتغني بحياء او يعني ببخل شويه في الاداء، يعني عندك خامه حلوه، عندك صوت كبير، بس كانك كسلان تأدي. بعتذر لك. ما عندكم مشكله حبيبي. شكرا لك. شكرا لك. بالبداية نحن أكيد من واجبنا أنه نعطي فرصة للصوت، إلا إذا كان الصوت هالقد واضح أنه ما عنده إمكانية. المرحلة الثانية اللي عم تحكي بدك تختار 20 من أصل 36، بدك أكثر تشد على المشتركين وتطلب منهم أكثر، وهيدا الشيء تصاعدي حيكون، لأنه بتصفي من ناس كتير، بتصفي من عدد كبير، بتخرج منه الأحسن والأفضل. برضو كنا حاطين معايير أصعب، معايير أدق شوية من المعايير اللي كنا شوية فضفاضين في الأول، كنا شوية متعاطفين. حيدنا عامل خوف، لأنه كان ظن أنك توصل لمرحلة خاصة تكون تغلبتي على الخوف، تتعودتي بالباب اللي أمامك وكاميرا اللي كتوصل صورتك للناس، الجوري دائما ما كتكونش كتشوفها، فعلينا سقف الصعوبة من جهتنا، نحط مين أولوية قبل مين. فدي كانت بصراحة حتى ضغط علينا احنا أكتر منهم كمان، هم ما كانوش يمكن واخدين بالهم قوي من الضغط اللي علينا. الحمد لله يعني أدينا اللي علينا، وصلنا لهذه المرحلة، مرحلة جدا متقدمة بالنسبة لي أنا كأسيد. اللي حصل اليوم أمر غريب، يعني كنت مرتاح بالنسبة لي، كنت مرتاح جدا في الأداء، يعني تقريبا هي أكثر مرة كنت فيها مرتاح. مش حابة أقول حاجة فيها مجهود كبير قوي في الأداء علشان أبقى أقل عرضة للخطر، يعني إن شاء الله. المرحلة اللي وصلنا لها خلتنا انه ناخذ قرار، لانه صار المعيار شوي اعلى. ثلاثة باظ وده شيء هايل. الحمد لله تخطيت مرحلتين مهمين في البرنامج، ان شاء الله ان شاء الله يا رب اوصل للمراحل المتقدمة يا رب. ردت السيارة. اخترت أغنية جميلة جداً، لكن ما عطيتش فيها الشيء المتوقع في المرحلة اللي احنا فيها. صحيح، يعني كنت أتوقع منك أكثر وأكثر من اللي سمعته. اليوم نحطه في الاختبار الصح، الصعب، الأصعب. الحمد لله أنغام نقذت الموقف. بالنسبة لي مع المغنى مع الموسيقى هو كثير حلو. تعب المشوار من خطواتي وخطواتك، تعب المشوار ونسينا دار والزوار نسينا. ده الوحيد اللي احنا شفناه قبل كده. انت حيرتنا. أوه. مرات بتكون تمام، مرات ترجع ما عندكش ليفل واحد. كريم سمير سعيد. الغالي علينا غالي، ولا عمره هيتنسى، حلو من يومنا والله، والله قلوبنا كويسة. يا ليل بعد سلامي. كنا مراهنين على شيء، بس ما استفدت كثير من الفرصة هذه. طبعاً المنافسة راحت في منطقة شديدة، يعني شوية كبيرة وشديدة، ف يعني أثرنا عليك الطريق، لأنه مش قادر تقنعني بأدائك في الزمن الجميل. ناس كثيرة جات يعني أويلة، أنت من النوع اللي فيه خامة لكن على أداء بسيط. صوت الناي مثل ما لقبها مروان خوري، هل استطاعت انه تستغل خامة صوتها المميزة مع المرافقة الموسيقية؟ حبيبي هو كان
أنا اليوم رح أخذ هيك دور شوي مختلف، ما بعرف إنه إذا بدي أمشي على معيار البرنامج 100% كتير يعني في خطر عليك كتير. أنا رح أحكي هون كملحن وقول أنا في عندي صوت، إديش بقدر استثمره هالصوت. صوت منه يعني عنده كتير أخطاء، الأداء اليوم كتير كان ضعيف أو التيون أكتر ضعيف، في تلبك، بس برضو هالصوت أنا بقدر استخدمه وأستغله إنه يعطي شيء حلو رغم ضعف الأداء ورغم ضعف كذا شغلة، بعدني مراهن على هالصوت. أوكي؟ أنا مع مروان في نص الموضوع اللي تكلم عليه، هو أنه رهانه كملحن على صوت من نوعية صوتك. ممكن أنا كمستمعة وكزميلة أحب وجود خامة متميزة مثل صوتها في الوسط الفني، لكن اليوم الهوى اللي في الصوت أو اللي شبهتيها بناي هو كان نص ناي ونص حاجة تانية أنا ما عرفتهاش. هذه الخامة، الخامة دي ليها ألحان معينة لازم تركز في الاختيار، وشكل غنى معين هيخدمها جدا، إنه أنا حاسة إن هي لايسة شوية، مش عارفة تتعامل مع الموسيقى، مش عارفة تتعامل مع المصاحبة، بس صوتك خامة فريدة الحقيقة، صعب إنه الواحد يقول لها لأ. الملحن الهدف الأساسي أو إذا بدك الهاجس الأساسي عنده أنه وقت اللي بيقدم لحن أنه المغني يوصل له لحنه بأمانة. أنا كنت عم بحاول إلا أنه يمكن ما كان هالغناء العظيم، بس أنا الأغنية كانت عم توصل لي، مجرد ما وصلت للغنية وتفاصيل الأغنية وجمالية الغنية أنا بعتبر أنه المغني أدى دوره، وده يعني دي ميزة مش عيب، بس ليها يعني أشكال غنائية خاصة شوية، فليها شكل ألحان وليها يعني ليميت، ليها حدود هتفضل فيها، بس تقدر في الحدود دي الملحن يقدر يخليها مميزة جدا وتلعب بصوتها كتير. الحمد لله تأهلت، كانوا بعض التعاليق ما عجبونيش ومن حقهم، حيت هم ما عارفينش بلي أنا كنت مريضة، كنت تعبانة، والكلام اللي قالوا لي غناخذ بعين الاعتبار وغادي نحسن من الوضع ديالي ان شاء الله، ونتمنى يا رب اللي جاي يكون حسن. الحمد لله اهم حاجه انني تاهلت. واحبك لو تكون حاضر، احبك لو تكون هاجر، ومهما الهجر يحرقني، ومهما الهجر يحرقني راح امشي معاك للاخر. سنين وسنين وانا صابر، وراح اصبر كمان وكمان، وبحر الشوق يلعب بي الينا وصل لشط يمان. سنين وسنين وانا صابر، وراح اصبر كمان وكمان، وبحر الشوق يلعب بي الينا وصل لشط يمان، راح امشي معاك للاخر.
انت حلو، صوتك حلو يعني على الاكيد هيك. صوته كبير على سنه، عمرك 25. صوته كبير على سنه، اكيد لازم تطلع من هون يعني. صحيح ما كان لك هالنصيب تستمر، بس لازم تطلع من هون وتجتهد مع حالك انت وتقدم حالك، عرفت كيف؟ مش من الاصوات اللي بنقول لك انه ما تعذب حالك، لا عذب حالك. يعني ادائك ضعيف مقارنه بصوتك، عندك صوت حلو لازم تشتغل عليه أكتر عشان يصير طيع في ايدك لما تفكر في عربه يتجاوب معك صوتك. أنا لكن اختيار الدك اليوم على فكره، انا حبيت صوتك وحبيت اختيارك النهارده، وبس عندي مشكله مع قفلاتك، ركوزاتك دايما فيها ميوعه يعني مش واضحه. مرشح انك تكون صوت حلو بس يذاكر شويه، حد افكاره وفكره حلو لكن عضلة صوته أو آلته الصوتية مش مطوعة، كأنه حد تعلم وموهوب على عزف العود مثلاً لكن عنده آلة ضعيفة. كي الناس كتفكر يعني تطورت دماغياً أنها تفكر في حليات وعرب وفي أداء، لكن عضلة الصوتية ما مرنتهاش بالشكل الصح فنمو بتفاوت. الحمد لله على كل حال، زي ما انتم شايفين ما توفقنا، بس الحمد لله انا مبسوط من نفسي لاني وصلت لهذه المراحل، وباذن الله ما حوقف، حكمل المشوار باذن الله. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى، إلا إذا غنى الهوى ليلى. لنا الأيام تبتسم ولا همس ولا نغم، لنا الأيام تبتسم ولا همس ولا نغم، وماذا ينفع الندم، نديم الروح يا ليلى، نديم الروح يا ليلى. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، في الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى، ليلى إلا إذا غنى الهوى ليلى. يا جمالك، برافو عليك، برافو يا جمالك. أخذت بعين الاعتبار، إذا بتتذكر وقت قلت لك جرب شي لبناني أو لزكي نصيف، برافو أنك اخترت لوديع، بس مش الجبل الجبلي، اخترت الليل يا ليلى. صحيح، صوتك لمع هون، وأنا برأيي لازم من هون تتوجه التوجه الصحيح. برافو عليك، برافو. أنت النهاردة استعملت صوتك صح 100%، واستعملت احساسك، وواضح انك هادم اللحن ومتسلطن وحابب، وحتى يعني الفرقه كانت بتجري بيك شويه، انت بتقوم مسيطر على السرعه وتقول اللعبه اللي انت عايز تقولها جوه السرعه المظبوطه، فاحسنت. انا بالنسبه لي اداء جيد جدا جدا. شكرا جدا. صوتك بيحب المصاحبه الموسيقيه، طلعاتك في الجوابات اعطتنا خامه مختلفه لكنها مش أقل جمالاً، بالعكس جميلة جداً. شخصيته في القرار وفي الجواب مختلفين، لكن الاثنين جميلين ومتناغمين مع بعض. في بعض الأوقات مع قلة البروفات والوقت الضيق ما بيبقاش الفرقة يعني في أحسن حالاتها مع المغني، فلما يكون مغني واقف معهوش مايسترو بس مع الفرقة وفي حد بيجري شوية بالإيقاع أو بيصربعه يعني بيخليه يقول الجملة بدون رساوة وهو يقوم فرمل، هو يقدر يتحكم يلجم الموسيقى ويلجم الإيقاع وينزله عند المكان اللي هو عايزه، ده بيبقى برضو معلم يعني، ده بيبقى حد لازم تشكره على ده أو تحييه. فبحيي دايماً المطرب اللي بيعرف يلجم
الموسيقى في المكان المناسب، في المكان اللي هو عايزه. الحمد لله اليوم فرحان كثير اكثر من كل مره، لانه عم بجتاز المراحل وصلنا على خير. نصيحتهم انا بعتقد يمكن مش 100% 110% بمكانها. الحمد لله ما عنديش اي مشكله في ان انا اغني مع فرقه موسيقيه. احلى شيء الغناء مع فرقه موسيقيه، عشان بدون موسيقى ممكن ياخذ درجه غلط، ممكن كذا هيك. انك تغني من غير فرقه يعني تظل تهم التون او الطبقه اللي بتغني منها. من رهبه المسرح ممكن الواحد يرفع التيون شوي او ينزله شوي، بس لكن الموسيقى بتلزمه في شيء معين بكون عامل عليه بروفا من قبل. الموسيقى تضيف لك فجو اثناء الغناء، بالذات كمان لو اغنيه يعني اللي مميزها الموسيقى بتاعتها، هذا اكيد بشي يخرج حاجه حلوه وحاجه فنيه مزيانه. حيبين الشخص نفسه وهو عم بيغني. بختار الطبقه تبقى مظبوطه على الايقاع، وخلينا نحكي التيمبو اكيد حيكون هذا الشيء مهم للجنه التحكيم. اول مره اغني مع موسيقى حية على المسرح. أنا متعودة أنه أنا أغني مع فرقة وموسيقى، فهذا الشيء صعب الأمور ويخليني أذاكر أكثر وأكثر عشان أركز على المسابقة بشكل جدي، لأنه هنا المزح ما فيها مكان له. شفت حبيبي وفرحت معاك، كان وصلي حبيبي ليك أن وعدك قال يا ليل اشتقت إليه وشغل حييك. يعني شحنت طاقتك كده وجددت البطارية. برافو برافو، كتر خيرك والله. يعني في ناس أصواتهم مساحتها كبيرة وعندهم ذكاء في ترشيد كمية الطاقة المطلوبة لكل موقف ولكل حدث ولكل برايم. المتسابقين عندهم تعب شديد، هو بالذكاء بتاعه عرف يقسم كمية الموهبة المطلوبة لكل مرحلة. قرارك أكثر من رائع، أحسنت جدا ومبروك عليك، من أكثر الأصوات اللي كنشوفها في الفينال صراحة. التيون كان مش منيح، بس فعلا كنت عم بتصارع وتجتهد، وصاحب الموهبة برجع بقولها بيقدر يقطع هالصعوبات هيدي اللي من ضمن التعب، وحتستمر معنا اكيد. مبروك. اوكي، لانه نحن كمان في عنا رؤيتنا ومتاملين كمان بالافضل لإلك. بعرف انه الطاقه احيان تستنفد، بس كمان عنصر مهم عند الفنان انه يقدر يستحضر طاقه، لانه المحترف بيمرق احيان بمراحل كثيره بيكون مضطر بسفر بحالات عصبيه بحالات خاصه انه يستحضر طاقه باخر تكه. بس بذات الوقت قلت كمان انا بعرف انه اللي عنده موهبه حقيقيه بيقدر يتحدى كل هالعناصر رغم الصعوبات، وفعلا هيدا اللي صار، وانا بتوقع انه يصير كمان لقدام، انه الموهبته القويه بيقدر يقطع صعوبات كثيره.
الحمد لله رب العالمين، نجحت الحمد لله من غير ورا بلاز، والحمد لله وشكر الله. يعني لجنة كلمت عني كلام كويس النهاردة، بس هي لاحظت أثار التعب عليا وكده. علي المدادي أشادوا أنغام ومروان خوري بموهبته وحصل على الدرجة الكاملة، ورسمت له اسم المنور قلب بدل الدرجة. فهل تأثرت موهبته بالمرافقة الموسيقية وضغط الوقت وقلق المنافسة؟ القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي يا ما شفتي جمال يا عين. واللي سدى في الحب قليل قليل، والدم يدوب يوم ولا يومين ولا يومين، واللي غويته اليوم دايم صار ودوب ليا الله. القلب يعشق كل جميل والسمع. كمان بدي اقول انه ليه الذهب غالي؟ لانه بتمرقوا بكل الاختبارات وما بيتغير. لذلك انا صرت شايف قدامي مين الاصوات اللي عم تقدر تقطع كل المراحل، سواء مع تعب مع خوف. الموهبة الحقيقية لازم تقطع بكل هالمراحل هيدي، وانت اكدت لي هالموضوع. انت دخلت اللحن يعني بجمال وغنى رايق ورصين، وصوتك اصلا عذب جدا، صوت يعني انا بستغرب ما شاء الله على سنك صغير وعندك الحجم الحلو ده والقواله بتاعت العواجيز. شكرا. يمكن النص الثاني شويه لحد القفله انت فقدت تركيزك شويه، بس معلش برضو زي ما قال مروان بيبان اللي يستحق والحقيقي من اللي يمكن يكون خدعنا مرة. انت ما خدعتناش، احنا متأكدين دلوقتي ان انت صوت يستحق. عجبني نضج احساسك وفهمك الكلام اللي كتغنيه، فكي خليك توصل واحد درجة انت كتسلطن على نفسك، وهذا كينم على كمية الموهبة اللي عندك. الله يحفظها لك وما شاء الله عليك. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا. بارك الله فيك. من اول لحظة بيفتح بقه فيها وصوته في استاذية، في حد سامع كويس قوي، دارس قوي الجملة اللي بيغنيها، عنده وجهة نظر في اللي بيقوله، عنده طريقة أداء مختلفة، عنده حضور، يعني عنده سيطرة في صوت مسيطر، يقدر يعني يخليك تنبهر وتنبسط في نفس الوقت. ويعني صوته مهم جدا جدا جدا. أعتقد أنه هيعمل حاجة في المرحلة الجاية مش عادية. الحمد لله، يسر الله ومريت المرحلة الجاية. كانت الأجواء شوية مضغوطة، لأنه كانت تنافسية قوية بزاف، وفي المرحلة الجاية إن شاء الله نشوف المفاجأة إن شاء الله الأكبر. بارك الله فيكم وشكرا لكم بزاف. محمد طارق صوت مميز من مصر، نصحه مروان خوري بأنه الصوت المتمكن ما بيعني اختيار أصعب أغنية، فهل عمل بالنصيحة بهالمرحلة؟ كامل الأوصاف فتني والعيون الصوت خدوني، من هواهم رحت أغني
يا ليلي يا عيني يا حبايب علموك تسهر تغني 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 علموك شوق الحبايب شوق الحبايب ليه يا قلبي ليه خدوني ليه ليه يا قلبي ليه خدوني ليه توهوني غربوني توهوني غربوني العيون السود. احسنت احسنت احسنت. اليوم حتى باختيارك لهذه الأغنية في وجود موسيقيين وتحية ليهم جمل هذا اللحن هذا لازم المغني هو اللي يسلطن مع نفسه ويستبق انتقاله للمقام وأنت أجدت في هذا أدائك ومدرستك ديال عبد الوهاب بانت في أدائك الأغنية دي حرفنا واتزان كتير. بعتقد أنا قلت لك هذيك المرة أنه إذا صوتنا قوي مش ضروري كمان نفتش عن أغنية هالقد تكون صعبة. هذيك المرة كتير قدمت اشياء مهمه رغم انه وقعت بمطارح صغيره بالنقلات بالمقام بس كانت حلوه لانه فعلا مدرستك وهابيه بالاداء. الخيار مش سيء بس مش الافضل لك الليله. اوكي انا شخصيا اول ملحوظه كتبتها قلت صعبها على نفسه لانه هو لحن بتاع مسرح مغني بقاله ساعة بيغني فأنا خفت عليك بصراحة بس لأنك متمكن مفيش كلام موهوب ومتمكن مفيش كلام عديت. اختيار الأغنية كامل أوصاف للرائع عبد الحليم حافظ ما حسيتهاش خدمته بالشكل اللي خدمته به أغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب. أعتقد أنهم مدرستين مختلفتين في الغناء بمعنى أنه اللي كيأدي هذا النوع من الأداء اللي هو مدرسة عبد الوهاب غير الأداء لعبد الحليم. يعتبر محمد عبد الوهاب مدرسة لتعليم الغناء، عبد الحليم هو تجربة عبد الحليم. يعني مثلا أنا كأسماء فبحب أستمتع به يعني أكثر بسمع لي. إذا حبيت نغني لعبد الحليم أحاول أغنيها بطريقتي إذا كان المتلقي عنده القابلية أنه يسمعها بطريقة مختلفة. إذا شفت أنه الناس يكونوا متعصبين لعبد الحليم فأتغاضى عن الموضوع هذا. كان يوم صعب جدا وكانت مرحلة صعبة الحمد لله قدرت اتخطاها. شكرا. محمد البراوي صوت تاني تميز بالمراحل السابقة بس اختياره للأغنية بهالمرحلة كان له تأثير كبير على مسيرته بالبرنامج. مفروض أنا يعني أقدم إذا في نصائح اللي بعتبرها أنا من خبرتي من الوقت. نحن هون عم يعتمدوا المشتركين على أغاني لفنانين كبار بعد ما وصلوا لمرحلة نقوا لألون بعدين واللي هي هيدي خطوة هي الأساسية بحياتهم الفنية. لذلك الاختيار حيبلش يكون أساسي كمان بهالمرحلة لازم يعرفوا يختاروا وحتشوفوا هلأ وبعدين أنه الاختيار كتير حيأثر على مسيرة المشترك. على بابي واقف قمري واحد في السماء والتاني أغلى من العين بيفهم بالوما. على بابي واقف قمري
عطشانة تروي العطشاني يلا عيونك مليانة بالحب والحنين وانا وانت يا نور العين روحه ساكنة بجسدك وانا وانت يا نور العين روحه ساكنة بجسدك ناس عندها قمر وانا عندي قمرين على بابي واقف قمرين واحد في السماء والتاني اغلى من العين بيفهم بالوما على بابي واقف قمرين واحد في السماء والتاني اغلى من العين بيفهم بالوما على بابي على بابي واقف قمرين. أنا كنت رح أفوز على الأحمر كمان بس ما فزت لسبب اختيارك هو اللي أذاك هالقد. هالأغنية بالذات إجمالاً أغاني ملحم بركات وهالأغنية بالذات هي فيها طرب ولكن فيها هنك معين مسميه. أنت هون كنت مجرد من الشخصية لأنه أنت صوت حلو وعربك حلوة وأنا العلامات عندي عالية هون بس الغنية أخذتك لمطرح تاني. أنا يعني أول برايم كان عالي لأنه أول مرة كنت أعرفه على خامة صوتك. تاني برايم كان ضعف الأداء بالدليل أنا كنشوف درجة ناقصة يعني هذا ولو غبيغ اللي عندي هو الدرجات اللي عندي وملاحظاتي اللي سجلتها اليوم كان مشكل بالريتم وأنت مأدي أيضا بحذر يعني الحذر اللي كيغني به ملحم بركات كيميز صوته هو لكن أنت هنا في مسابقة فلازم تبين ميزات صوتك فحسيت أداءك ضعيف ووصلت لمرحلة في أصوات تغط نفس أكثر منك داكشي علاش أنا عملت لك باز. أنا متفقة معهم جداً إنه اختيارك للأغنية ما كانش في صالحك وأنا توهتني شوية في خامة صوتك يعني ابتديت أبقى مش عارفة هو ده الصوت اللي أنا سمعته قبل كده ولا ده دي خامة تانية متغيرة شوية يعني مش قادرة أمسك لصوتك طابع أو يعني بصمة. في صوت أوقات بيخدع في أداء يوم عن يوم يخدع في يوم يعني في حد بيبقى مش ثابت قوي يعني يوم يبقى مزاجه حلو فيقول كويس ويوم تاني يبقى مزاجه مش حلو فما يقولش كويس وفي بيقول حلو بس تحس ان في مواطن ضعف. ملحم بركات اللي يعرفوا الناس انه هو ملحن ومغني في نفس الوقت وعنده طريقة اداء مسرحي يعني هو يجيد اكتر في الغناء اللايف على مسرح مش تختار منه اغنية هو أداها بأداء مسرحي لازم يكون عندك هذا الحس إذا ما كانش عندك فأنت داخل مركب نقص من الأول فهذا هو اللي قصدت به أنه حد لو ما عندوش هذا الملكة هذه ما يقربش ناحية أغاني العملاق ملحم بركات. أغنية ملحم بركات لا تكتمل إلا بصوته وبالإشياء اللي بيقدمها على المسرح هو مغني أنا برأيي بارع جداً ومتميز خصوصاً على المسرح بيمثل الجملة الموسيقية لذلك خطرة كتير هالنقطة على مشترك جاي لأول مرة يقدم ويقدر يقدم هالشعور هيدا يمكن يقدم طرب بس هالجو التعبيري اللي فيه جواته جزء كبير من الممثل يمكن هيدي توقعه للمشترك وفعلا وقعته للمشترك بهالغنى. للأسف كانت النهاية اليوم. ليه اخترتي هالغنية؟ بتحبيها؟ مش كل غنية منحبها أو منستحليها بتكون لقلنا. قصد الحلاوة أنا مش عارفة أنت اخترت الأغنية دي ليه؟ بس قلت تنوع يعني أنا غنيت أول مرة لبناني مش في المسابقة مش في المسابقة التنويع ما كانش في صالحك رغم أني كنت أطمح لحاجة أفضل من كذا لكن هي في النهاية هي مسابقة يعني وبيبقى الأفضل يعني نطير زي العصافير اخترت أغنية شباكنا ستار وحرير عشان اللجنة المرة اللي فاتت قالت لي إن أنا أختار شوية الأغاني تكون سهلة وبسيطة نطير زي العصافير ليه 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 الأغنية الصعبة دي؟ ليه ليه تفضلي ليه الأغنية الصعبة أنا دي؟
أنا كنت يعني ناطر أول ما بلشتي واختيار الأغنية هيدي إنه تاخذيني لعند شادية، مش تقلدي شادية. شادية أو سعاد حسني اللي أقل خطوة بالصوت، هن في عندهم عبقرية بالأداء والتعبير وتمثيل الجملة اللحنية والكلمة. قلت أنا إذا هالمشتركة عارفة هالموضوع وأعطيتني شيء خاص، يعني قدمت اللحن بذكاء مثل ما بتقدمه شادية، ساعتها أنا قابل بالأداء اللي إلى حد ما كان ضعيف، بس لا حسيت إنه حدا بحب شادية بس ما كان في هالحنكة هيدي والذكاء تحديدا بإيصال اللحن. شهدت المرحلة الثالثة حالة من التردد لدى أعضاء لجنة التحكيم مع مشاركة أحمد عباسي من فلسطين باعتباره واحد من الأصوات المفضلة لهم بالمراحل السابقة. يا زمان يا زمان يا زمان، لو تغلط شي مرة وتعطيني الأمان، يا زمان يا زمان، لو تغلط شي مرة وتعطيني الأمان لحكي لك أسراري عن أغاتي وناري، لحكي لك أسراري عن أغاتي وناري وسنين الحرمان. يا زمان يا زمان، أوه يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان، شي مرة تعطيني الأمان. يا زمان يا زمان يا زمان، لو تغلط شي مرة تعطيني الأمان، أحكي لك أسراري عن أغاتي وناري، أحكي لك أسراري عن أغاتي وناري وسنين الحرمان. يا زمان يا زمان، آه يا زمان. أنا كنت مترددة لآخر لحظة أنه أدوس الباز، أمانة شديدة حسيت اختيار سيء للأغنية، وكان تعب شديد مشي فقط في الصوت حتى في المود، ضايقة من هذا الأمر هذا، لكن كنت أنا تستحق فرصة تانية. أنا ما مش عارفة، أنا يعني كذا مرة أبقى عايزة أدوس على الباز وبعدين برجع، لأنه أنا مستغربة جداً أنه أول مرة سمعتك أنا كاتبة علامة عالية، بس دوزانك وحش قوي النهاردة، ولا قفلة حلوة ولا ركوز حلو للأسف. ليتتنا صار معنا هيك، أحيانا بيكون في مراهنة رغم كل العوائق، لذلك بعتقد اللي صار معنا هو بعد هالاعتقاد إنه حتقدر تقدم شيء بعد. يس الحمد لله، إن شاء الله خير يا رب، إن شاء الله إنه الحظ يكون حليفي بإذن الله بتوفيق رب العالمين، وفي الامتحانات القادمة بإذن الله. اسأل مرة علي قول يا صوتك ليه، اسأل مرة علي قول يا صوتك ليه، أنا أهديك بعنايا وأكتر منهم إيه، اسأل علي مرة اسأل مرة علي.
خلينا نبتسم هيك بالوقت، مش بس لأنه عمرك 11 سنة، هلا بتأثر هيدي أكيد. هالمرة أنا حسيت في طفولة أكثر بالصوت، يعني صحيح. سمعت عمرك أكثر بصوتك. قبل بمرة كنت طالع فوق عمرك، بس حلو كثير أدائك، ما بتزيد كثير على العرب، يعني مثل واحد عنده نضج إنه مش بتلقط وحط بهالعرب يعني. صحيح. بقى أنت رائع. ولو إنه اللحن بتاع النهاردة فرملك شوية، بس غنيت لحن مربع قوي، يعني لحن كده ايه كاري قوي. صحيح. فايه ما شفتش حلويات صوتك ولا جماليات ولا خيالك. المره الجايه لازم تنقي لحن يكون فيه حاجات، مناطق تقفل قفله حلوه، تنقل نقله مقام حلوه، تقول فكره حلوه في دماغك. لازم اسمع شويه اداء احلى من كده. انا حاسه انه استنزف كميه الاغاني اللي حافظها. مبروك عليك حبيبي. قصدي باللحن المربع اللحن اللي ما فيهوش فرصة للمغني انه يقول حاجات من عنده، او يعني اللحن مش سامح قوي انك تبدع من عندك، او يعني انك تضيف عليه. فده بيبقى سلاح ذو حدين، يا اما بيبين انك سليم جدا، او بيبين انك سليم جدا وعندك القدرة على انك في اللحن المربع ده تضيف جمال. مش كل الناس عندها ده، ومش كل الناس عندها ده في لحظة. يعني ممكن في المسابقة ألاقي نفسي مش قادر، أنا دلوقتي لازم أغني في السيف سايد، يعني أو أغني في المضمون جداً، فلما أغني كمان لحن مربع جداً متساوي جداً أقوم أقلل من إمكانياتي، يعني ما ظهرش إمكانياتي كلها، ما اديتش نفسي فرصة أن أنا أقول أحلى ما عندي، لأنه اللحن مش مديني الفرصة. والله بس الحمد لله. مبروك مبروك، ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. يا بطل يا بطل، انت بطل. سهرونا وراحوا راحوا من زمان، والقمر بدارنا نطرنا وسهران. سهرونا وراحوا راحوا من زمان، والقمر بدارنا عم تغوي. ناطرنا وليالي حلوة حلوة بخسرة عم تغوي، وشريطة حرير الطير من خد النعسان. يا قمر الدار سلم على الحبايب، يا قمر الدار قلن للحبايب، يا قمر الدار سلم على الحبايب، يا قمر الدار كلن للحبايب يبعتوا مكتوب طمنوا. انت من الاصوات الجميله جدا يعني، والغنيه هيدي على فكره جميله يعني، وبينساب فيها الصوت. من من الاغاني اللي ممكن يتوقع المطرب. ما كنت ماسكه. اختيارك الاغنيه هيدي؟ اختياري. اختيارك. ما حسيناك ولا مره سايح على اغنيه اليوم، ما عرفناكش ان شلتوا حد وحطيته حد ثاني، يعني انا مضايقه. ممكن شوي، انا اسف. متوتر شوي. يعني سعيد اني شفتكم. يمكن بس انت مش هاضم اللحن قوي. لا هو اللحن مهضوم، بس يمكن شوي انه
انت تعبان في شوي هيك سلامتك يعني انه حتى المنطقه العاليه اللي هي شوي حتكون اذا ما سحبت البوابه خليتها هواء اكثر حيشحط صوتي فانت كنت استغليت هيك قاعد تغني وتفكر شكلك فكرت كثير انت عم تغني كثير ممكن إيه. ما بيسوى فوز سعيد اني شفتكم ميرسي احنا اسعد انا بعتذر يعني خصوصا احنا حد صوته جميل لا عادي على فكره انا اليوم كان في عندي احساس انه حاطلع فتشيكت واجيتكم مرات كيكون شباب ضايع في الهوية فهذا أنه كيكون الموضوع فيه أنه ما زال كيدور على هوية فمن كيغني في دماغه دائماً حالة التنقيب على هويته هو جيد أنك تفكر لكن ما يكونش هاجزك الوحيد في أدائك أنك تفكر في العربة ولازم أرسم ولازم أعمل كذا هي معادلة صعبة تفكير حس حضور حاجات كثيرة هي اللي كتخلي الأداء يكون جيد فلو غلبت حاجة أكثر من شيء ثاني فكي يكون هذا النوع كي يوصل للناس أنك جالس كتفكر الحمد لله على كل شيء إن شاء الله بالأيام الجاية نشارك في برنامج مرة ثانية شكرا كثير للبرنامج للإدارة للجنة التحكيم أهلا وسهلا نجمة الكور من مصر وصفتها أنغام بالمراحل السابقة بأنها بتغني باحتراف رغم عمرها صغير فهل نجحت بتخطي المرحلة الثالثة؟ تخنوا عمره ما خنكم ولا اشتكى منكم تبعوا عمره ما باكم ولا انشغل عنكم قلبي قلبي لتخنوا شغلي في معضلة اللي نحن واقعين فيها شوي انه طيب الصوت اللي بهالعمر اللي هو يعني بده بعد خبره او يعني منعزره الى حد ما لانه احنا منقول هيدا الصوت بعد بيتطور بعد بيتغير الصوت هيدي بتلعب لمصلحته اليوم لاني ما شفت اداء غير طبيعي مش معناتها انه الصوت ما انه حلو مش معناتها انه الاحساس ما انه حلو وهو صوت واعد جدا يعني اكيد بس مش بالمباراة عنا لأنه وصلنا لمطرح خلص مضطرين أنه نختار أنا يمكن اليوم الباز هو أكثر خضورة منه أحمر يعني مشجع لازم تخديه بإيجابية أنه سنك صغير في موهبة واعدة لكنها ليست بالجهوزية الكافية اليوم لو كان اليوم أدائك خارق للعادة ولا حد فينا كان غادي يلمس الباز لكنه كان أكثر من عادي أنا رأيي أنه الأغنية دي ما كانتش في صالحك انت صوتك حلو كنت محتاجه تغني لحن يتيح لك اكتر فرصه الجماليات اكتر من كده انا اللي خلاني ما قلبي ما طوعنيش انك بتقولي النوت سليمه الحقيقه وده مش هو المطلوب دلوقتي احنا دلوقتي في مرحله طالبين اداء يعني جذاب اكتر من كده ما في شك انه الصعوبه راح تزداد وقلت هيك بالاول ومعروفه بكل برامج الهوات الصعوبة بتزداد لأنه أنت بتكون عم تعمل حصر أكثر للمواهب الأفضل وعم بتقلل العدد يعني كمان أنت عم تضطر
تطلع احيانا اللي موهبته جيده او اكثر من جيده شوي، لانه بيصير في مقارنه، وهالكلمه كنت ضل اقولها انه وصلنا لمرحله بتخليني خليك كمشترك انه ما تستمر، لانه صارت المقارنه اصعب. اودعهم واقول شلون انساهم، يا قلب الخاطر الله روح وياهم. اودعهم واقول شلون انساهم، يا قلب الخاطر الله روح وياهم. طبعا الان بالنسبه لي ما تاهلت للمرحله القادمه. صوتك حلو واحساسك حلو. انا برايي بس المرحله اللي وصلنا لها هي اللي خلتني انه انا اخذ هيدا القرار، لانه حيكون في منافسه قويه مقابلك، هذا اللي بحسه. شكرا لكم. انا كل مرحله عم جرب استفيد من اللي قبلها تقدر اتخطاها ووصل للمرحله اللي بعدها. طالعه من بيت ابوها رايحه لبيت الجيران. انا تلبكت شوي لما سمعت الباص بس ضليت مكمل. في الموهبة مع أنه في مساحة وخامة، لكن في ديسكونكشن، دماغك وصوتك مش خوات. رايح يا هوا تخبر أهلينا، قصة الهوا تفتن علينا. أمرك يا هوا خبر أهلينا. كلمة في أمل كداها قدامي، لأنه كنت حابة الخامة بتاعت صوتك، خامة صوتك جميلة، بس أدائك من أول مرة مش أداء جذاب. في خامة ممكن بالاشتغال عليها أكتر تتغلب على التيون، اللي هو أكبر هم عندك. لازم تعرف أنه عندك مشاكل مع النغم. وتايبين قول المحبة صارت يا خسارة، يا خسارة. ليلكم ضيع نهار، يا نهار. غلطة مرت وانتهت، هي شمعة العشرة انطفت. غلطة مرت وانتهت، شمعة العيش رمطفت. والذنب هو ذنبكم، والذنب هو صوتك. هو مش قابل إلا ما يلمع. يا حي أستاذ شهر، في كتير هفوات، في كتير بعد عن التيون، بس كلهم هودي ما قدروا يعني يغيروا صورتك بالنسبة لنا. أكيد جمال صوتك ما يقدرش إنسان يوقف عادي، إنه ما يمر صوتك مرور الكرام، مستحيل. كان في هفوات في التيون، نعم. مقامه وارتكازات، نعم. في الأغنية أنت فكرت تقولهم بمزاجك وبخيالك، أنت ما أصبت فيهم، نعم. لكن تشفع لك فيهم المحاولة. اختيارك لأغنية أكثر من رائعة، يعني ربنا مدي لك فترة حلوة جدا في صوتك وفي العرب العجيبة اللي في صوتك. الله أنت بتعرف تحطها في أماكن حلوة، بس عايزة شوية
تتنظم او يعني ايه تعرف تحطها فين وفين لا. وعندك برضو مجسات كده في المقام يعني بتقول ابعاد عجيبه جدا من بلد لبلد خصوصا في الوطن العربي. المقامات الشرقيه فيها بنسميها كومات غير بعض. في المغرب ليها طعم، في العراق ليها طعم، في سوريا ليها طعم، في مصر ليها طعم. فكان شويه غريب جدا، غريب بجمال يعني، غريب بطعم مختلف تماما. الحمد لله نجحت نهاية المرحلة بدون ولا باظ، وان شاء الله المراحل المقبلة اقدم في شيء اروع واجمل يرضي اللجنة اكيد ويرضي الجمهور ثانيا. نادين عامر رغم عمرها صغير اختارت اغنية لحنها صعب لتأديها بالمرحلة الثالثة، فهل كان هالامر لصالحها؟ حبيب عيني حبيب احلاني حبيب دموعي وهنا ايامي، حبيب عيني حبيب احلامي حبيب دموعي وهنا ايامي، اهون عليك اسهر بالامي وتوه نجوم الليل في ظلامي، اهون عليك اسهر بالامي وتوه نجوم الليل في ظلامي. أنا بدي معلش بدي أقول شغلي، لأنه الغنية حلوة لدرجة يعني عم ننطرب على الغنية، بس بقول إنه أنت مش كتير عم بتغني واو، أوكي مش كتير، بس لو إنك سوري لو إنك سيئة هالقد ما كنت حبيت الغنية، مش بإتقان مش إتقان كبير، بس ضلت واصلي الغنية، وأنا كمان هي بترضيني شخصيا وبتخليني أقول لازم يكون لك فرصة تانية. حقيقي تستاهلي فرصة. وبعدين أنا اللي عاجبني إنك فاهمة اللحن، يعني أنا برضو نفسي أعرف أنت بتختاري الألحان الصعبة دي ليه؟ ليه بتعملي كده؟ مين بيختار على فكرة؟ مين بيختار؟ الاختيار مين؟ هو يعني اختياري يعني هو قولي الحق قولي الحق البابا والماما؟ لا هو يعني مدرسة؟ أنت بتحبي اللحن؟ مدربة. اللحن طبعاً أنا بحبه جداً يعني، فعشان كده برضو عجبني. هو وانت بتقوليه حلو. شكرا. مبروك. انا شخصيا بقولك مبروك حبيبتي. مبروك عليكي اولا. كان عندي حاجه زعجاني في طول الاداء، هو مرات كنت حاولي تشبهي بصوت طول الوقت عامل لك قلق، هذا الموضوع مش قادره تتخلصي من صاحبه الاغنيه، وهذا انا بالنسبه لي راجع لسنك صغير. كل هذا وادائك ما يسمح لناش انه احنا ما نعطيكش تشانس ثانيه، فمبروك عليك. احيانا كثير بتسمعوا اغنيه لملحن كبير بيأديها بصوته، بيأديها بصوت اقل من المطرب بليغ حمدي وعظمته، وقت اللي بيقدم الحانه بيقدمها لأم كلثوم بعبقريه صوتها، بس هو بيقدمها بصوت اقل ولكن بيوصل لك احساس حلو، لانه هو معه تفاصيل اللحن الأساس. في المشترك أحيان كمان ما يكون عبقري بالأداء كتير، بس بمكان يقدر يوصل لي اللحن، وهي هيدي ما يسمى الإحساس والترجمة، ترجمة اللحن. اللحن هو مساج، رسالة، إذا أنت عرفت توصل هالرسالة عبر الكلام واللحن بتكون أنت نجحت. الحمد لله. Thank you.
روحي يا حبي الحب دوبنا تهنا وتوهنا الحب دوبنا تهنا وتوهنا وتاهت المراسيل بين النهر والليل وتاهت المراسيل بين النهر ما فضلش غير دمع مرسومة في المناديل بس لما تيجي وانا احكي لك علي جرى وامسح دموعي في منديلك علي جرى بس لما تيجي وانا احكي لك علي جرى وامسح دموعي في منديلك علي جرى علي جرى علي جرى انتي صوتك جميل جدا جميل صوت فيه جمال يعني ربنا مديكي جمال وجماليات حلوة في صوتك بتحسي وعندك خيال عندك طريقة أداء بس لما تكوني خايفة سري الشر امشي في السليم قولي السليم قولي الجمل البسيطه خليكي بسيطه ما تفكريش في المطبات الصعبه اللي انا اوريدي انا متاكده انها عندك احنا متفقين من اول مره انه كان صوته خامه قويه وحس عالي كان عندنا مشكله فانه في الاول تشبه صوتك او رن في خامات واصوات فنانين تانين اليوم شخصيتك موجودة لكن دماغك مركزة مع أداء نفس الأغنية من قبل فنانين تانين مساحة صوتك مهمة جدا بليز ركزي مع نفسك شنو اسمك الله شنو اسميتك غزوة ركزي مع غزوة فقط لو أنت هون محترفة كنت وقعتي وقعة كبيرة يعني أنا عندي هون بحس مطربة محترفة بمطارح في واحدة تانية عم بتغني مع مشتركة بعد عم تجرب ايه يعني في حد ناضج وحد مراهق في حالات في صام يعني بس لا انت قادر تكوني هالمغنيه اللي بتغني بشكل حلو ناضج وانا حاطط هون انه صوتك عم بيخدنا لكذا مطرح يعني قادره تغني اكثر من لون انت ياسين الوردغيه من المغرب احد الاصوات الحلوه بالمسابقه لكنه واجه مشكله الوزن والايقاع مع الغناء لاول مره بمرافقه الموسيقى ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود أنا ما صبرت زمان على نار وعذاب صبرتي زمان على نار وعذاب ونوان اهي غلطة ومش هتعود ولو ان الشوق موجود وحنين قالت موجود إنما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي وما فيش شك إن أنت صوتك حلو بس عندك مشكلة في الإيقاع وفي حفظ الميزان الأغنية يعني إحنا العد فيه غلط بنعد غلط في مشكله كبيره مع الايقاع هيبقى يعني انا مش قادره اقول لا ومش قادره اضمن مليون في الميه انه الصوت ده لما هيقف على فرقه موسيقيه وايقاعيين هيمشي حاله كين حليات كين اشياء كين خامه كين شاب عنده 20 سنه لكن الايقاع هو حاجه مهمه جدا
وكان ممكن تغير الاختيار. انا ما حسيتش هاد الاغنيه انت متملكها، مع انك قلتي ان حافظها، لكن ما حسيتش ان حافظ فهم الملحن من اللحنه شنو قصد، ولا ام كلثوم لما غنتها شنو كانت تقصد. نحن عندنا مرحله اختيار بعد قبل ما نوصل للفرقه، فهتكون هالمرحله هي اختبار لك بعد، لانه في شيء بصوتك حلو وحبيت الغنية منك، يعني ما بعرف حبيت الغنية منك أنا رغم كل النواقص. أنا توقعت له إنه ممكن ما يكون شيء، يعني مش هيبقى في أحسن حالاته مع الفرقة، لأنه هو مش سامع المزيكا، هو سامع نفسه بغض النظر عن الإيقاع والدوزان، دوزانه هو مع يعني التساوي مع الآلات الثابتة. ف يعني شوية كان ضعيف، مش زي ما توقعت تقريبا يعني. الحمد لله كان داك الشيء زوين، الحمد لله. حسيت نفسي ما مشيتش مع الايقاع في هذه الغنية، بس قادر ان شاء الله نعطيك اكثر واكثر واكثر ان شاء الله بالمرحلة الجاية. لا 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 تردين الرسائل، وش اسوي بالورق، كل معنى بالمحبة ذاب فيها واحترق، لو تركتيني في ليلة بسمتك عند الرحيل، دمعة العين الكحيلة عذرها الواهي دليل، لو تركتيني في ليلة بسمتك عند الرحيل، دمعة العين الكحيلة بسمتك واهي دليل. في بالألف في تراجع خفيف، علما أنه علامتك عالية وبعد عالية بالنسبة لألي، بس في شيء ضايقك شوي، المرافقة، مش ضعف من الفرقة، بالعكس، بس برأيي أنت مع الفرقة الكبيرة المكتملة مع الآلات الشرقية بتساعدك أكثر بكثير. صوته عربي وشرقي وخليجي، صوت الكبير، وكنت خايفة عليك من الأماكن الموزونة، لأنه في نوع من الأصوات شبيهة بصوتك اللي هي الأويلة اللي كيقولوا مقامات وينتقلوا مع نفسهم ويغنوا في, 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 في أي مكان، يعملوا ريزونانس مع دماغهم، موهبتهم كبيرة، أول ما يدخل عليهم الإيقاع والجمل الموزونة كيضيعوا، لكن أنت برهنت على عكس هذا، لأنك اخترت مكان من هذه الأغنية الرائعة والأكثر من رائعة، المكان الموزون، ورجعت يعني كنت مخلص للمكان اللي أنت بتثبت فيه براعتك وهو الغناء الحر. أنا قادرة أفهمك، يعني أنت من الناس شكراً. اللي لازم المصاحبة تبقى أنه عنده إفراط، تديله فرصة يفكر ويقول ويمتع المستمع. أنت ممتع جدا 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 بالنسبة لي. هنتكلم على موهبة فلتة، صوت مهم ورائع جدا، كنا كنسمعوه لأول مرة مع مصاحبة موسيقية، لكن حسيت أنه التخت الشرقي مش أقل من موهبته، لكن حسيت أنه موهبته غادي تبروز بأوركسترا كبيرة أو يغني أكابيلا، لأنه هو دوزانه مع نفسه صح جداً. هذا شيء ما معناش أن احنا ما استمتعناش به بالتخت الشرقي، لكن في نظري أنه إذا سلطن لحاله غيكون ممتع، ومع أوركسترا كبيرة غيكون أمتع وأمتع. يا الله لك الحمد، الحمد لله اجتزت المرحلة هذه، يعني اشتغلتها بصعوبة صراحة، ما هي زي المراحل الثانية. أكد موسى معيدي على موهبته الحقيقية مرة جديدة بالمرحلة الثالثة، وكذلك كان الحال مع مواهب تانية مميزة بالمسابقة. وتغيرت شوية شوية
اتغيرت ومش بدايا، اتغيرت شوية شوية، اتغيرت ومش بدايا، وبديت أطوي حنيني حسيتك مركزة تكوني أنتي. فضلتي على المستوى الحقيقة، برافو، صحصحتيني أنا تاني يعني، خليتيني رجعت صحيت كأني جددت طاقتي. كل ما عشتي مع حالك بيطلع معك أشياء أحلى وأحلى. هلا خوف الله هلا خوف الله ما أنا جسر لك بتحمل ولادي لك انا مد العيون صابر على البلا يا با. عارف شو عم بيعمل تماما مثل ما عرف هذيك المره شو عمل يعني. صح. انغام قالت لي ما تغنيش حاجه بعد كده انت مش هضمها، فانا هغني لما انت ناوي يعني، بحس لو أغنية أنا بحبها وبحس بيها، فأكيد طبعاً لما غنيها ممكن أجود فيها أكتر من أغنية مثلاً أنا مش يعني مش مسلطناني قوي يعني. باللي الأسيب نفسي الهمي والأفكاري أفضل أفكر في عندك اللدغة جميلة ومحببة بحرف الراء بالنسبة لي أنا حبيتها. أنا بحب خامة صوتك، في كده رنة جميلة كده في صوتك، في خامة عجيبة الحقيقة، واضح إنك فاهم. وسعد زمان الحب من وعدك إلينا لقاك وباقي الأيام تمضي في جحيم قفا طول الدقا سهران أتقلب على الأشواق النوم مني طار ونار بعدك يا حبيبي نار والله نار نار والله نار ونار بعدك يا حبيبي نار والله نار نار والله نار ونار بعدك يا حبيبي نار والله نار نار والله نار. ايوه هو ده. حلو، انت في تقدم دائم يعني. صحيح. من اول مره لتاني مره الحمد لله لثالث مرة برافو. من أجمل المواهب اللي بتتطور كمان، هيدي فظيعة. اليوم أنت صرت حقنا حقيقي يعني. الحمد لله. مع أنك شوية بخيل في الـ في الـ في الغنى الحر اللي فيها هذوك الارتكازات اللي كتميز بيئتك، كنت أتمنى يكونوا أزيد شوية.
اختيارك موفق، شبهك وشبه الدماغ، مع انك كنت حذر وحبيت تطورك كيف ما قال مروان، انه مره عن مره عن مره انت ماشي حتى لو بنسب صغيره، بس انه في تقدم. هو ده يعني لو بيدل على شيء فبيدل على ان انت مش موهوب بس انت ذكي، فده انا بحييك عليه جدا، مبروك. الله يبارك فيكم، مبروك عليك، الف شكر. وعلى فكره يحسب لك، انت اخر حد غنى على كميه التعب والانتظار، فبرافو. أيوة تركيزك ضل عالي، مع انه مبين شويه تعب في صوت، لكن جداً. تركيزك ضل يحترم، مبروك عليك. الحمد لله طبعا، ولازم يكون الاختيار القادم جدا مهم لانه بيكون مفصلي، وهو اللي فيه همزه الوصل ما بين المرحله الجايه ومرحله اللايف. اختيار مش سهل كتير، وبعتقد ولا مره حيكون سهل، وهيدي حتستمر للمرحله الاخيره، وهيدي طبيعه المباراه وطبيعه الحياه للتفتيش عن الافضل. لما نزلنا بقى عن الخمسين، لما خرجنا من الخمسين بننزل بالعدد بنصفي اكتر، كانت المعايير بقت يعني اشد، شلنا التعاطف طلعناه من بره، الا مع الجميع يعني اللي هم الاقوياء جدا اللي هم ما فيش كلام فيهم. في المرحله مع الموسيقى ظهر ناس استفدت من تمارين صوتيه، وظهر ناس اللي استفادت من المصاحبه الموسيقيه، وهادو اكثر مؤهلين انهم يكملوا المشوار. في ناس بدها تضحي لانه الاقوى لازم يوصل، ونحن عم نقول هون الاقوى، وعم نحاول نكون كثير صادقين كلجنه حكم تيوصل الاقوى مش الاكثر حظا او الانسب، بس كنا بندي اولويه دائما للموهوب الاعلى، الصوت الادق اللي اتطور من برايم لبرايم، من اللي هو اخذ بالملحوظات اللي اتقالت له وفعلا نفذ وفعلا اتقدم خطوتين قدام. فلقينا نفسنا اجود الناس هم 19، اكيد كان صعب من 100 ل 19 عدد كبير، لكن احنا مجبرين انه نقلل العدد باش نخطر العصاره. بمرحلة قرروا خلال أعضاء لجنة التحكيم أنه ما في مزيد من الفرص أو التعاطف مع المتسابقين، اختاروا أعضاء اللجنة 19 متسابق فقط للتنافس بالمرحلة الأخيرة من اختبارات الأداء، واللي بتفصل المتسابقين عن التأهل لمرحلة الحلقات المباشرة ونيل فرصة المنافسة على لقب البرنامج وجائزة مالية قيمتها 1,000,000 درهم إماراتي. انطرونا الأسبوع المقبل والمرحلة الأخيرة والحاسمة من اختبارات أداء برنامج زمن الجميل.